بطولات المرأة المصرية اللي عملته في التحرير واللي عملته في كل ميادين مصر، وهي اللي نجحت الدستور وهي اللي نجحت الرئيس السيسي. والنهاردة شوفي توابير شهادات الاستثمار بتاع قناة السويس، سيدات حتى الأطفال وكبار السن موجودين. فإذا لازم نحمس الروح دي، مش نروح قتلينها بأن احنا نطلع سيدات مخدرات وجنس وقتل وعنف. ده شيء غير لائق، لأن دي مش طبيعتنا. احنا مش شعب دموي، احنا شعب حضاري. أول حضارة في العالم هي عندنا، فالمخزون الحضاري ده موجود حتى في الإنسان الأمي. فاللجنة اللي عملناها دي من كبار الكتاب والفنانين، هتطلع تقرير قريب جدا عشان نبتعد عن هذه السلبيات اللي ظهرت في السنوات الأخيرة في الدراما. وما ننساش ان الدراما مؤثرة جدا في الجمهور، وخصوصا ان احنا عندنا نسبة أمية عالية ونسبة فقر كذلك. فممكن الإنسان المتلقي لهذه الدراما تقعد في ذهنه هذه الأفكار. فإن شاء الله نصلح الحاجات دي والجميع يساعدنا، سواء المنتج سواء يعني ما يخلوش المكسب المادي يكون على حساب الجمهور وأخلاقه وشخصية المصرية.